الحدوته بتبدأ في عالم خيالي بيعيش فيه البشر مع المستذئبين ومصاصين الدماء وكمان الجنيات بقى والاغزام وكل المخلوقات الاسطوريه اللي انت تعرفها دي. يعني هو تقريبا بالصحاب يعني بيعيش معاهم اي مخلوق اسطوري ممكن يجي في بالك، وبتكون بقى بالصحاب كل الكائنات دي عايشين مع بعض في مسالمين ومتعاونين من غير اي مشاكل. المهم بالصحاب بنشوف مراهق كده من جنس مصاصين الدماء واسمه فلاد، وبيكون رايح مع ابوه اللي اسمه بارنا بالعربيه لمدينه سحريه مشهوره جدا، وده لان عمده المدينه بعت دعوه عشان العيال ينضموا لاكاديميه ريفراف. واكاديميه ريفراف ده بالصحاب اشهر اكاديميه لتعليم السحر في العالم. المهم بيوصل فلاد وباباه للجسر اللي هيوصلهم للمدينه، وبيقابل هناك حارس الجسر، واول لما حارس الجسر بيشوف فلاد بيتصدم شويه كده وبيشوف صورته في الوثائق اللي معاه، وبيكون بالصحاب صوره فلاد اللي في الوثائق دي مكتوب جنبها نبوءه ان الشاب الغبي ده بالصحاب هيوصل للمدينه في يوم من الايام، ولما هيوصل بالصحاب هيجتمع معاه اتنين اغبياء زيه وهيبقوا ثلاث ابطال خارقين وهينقذوا المدينه من الخطر وعن عالم والحاجات دي كلها بالصحاب، ويعني هم المفروض هم ينقذوا المدينه من الشياطين وكده. عشان كده بالصحاب بيدخلهم الحارس للمدينه فورا بدون اي تفكير، وفلاد ساعتها وابوه بيكونوا مستغربين مش فاهمين اي حاجه، ولا الراجل ده بيتصرف كده ليه يعني. المهم بيدخل بعد كده فلاد وابوه المدينه وبيحسوا من الديكورات وشكل الناس والبيوت كانهم في الستينات. انا كان نفسي اعيش في الستينات. المهم ابو الصحاب بيشوف بعد كده ساعه ضخمه جدا في نص المدينه، فبيقول الاب لابنه فلاد ان في قصه مشهوره عن الساعه دي، وهي ان اول لما جرس الساعه ده يدق الساعه 12 العالم هينتهي. ما تسالنيش ليه يعني. المهم ابو الصحاب اول لما بيقول كده السلسله اللي لابسها فلاد بتبتدي انها تنور، يا دي النيله دي علامه يا مارد. المهم ابو الصحاب السلسله دي بتكون بتاعه ام فلاد اساسا المتوفيه، ولما فلاد مات اخذ السلسله دي وفضل لابسها كتذكار يعني يفكر بام الله يرحمها. والسلسله ابو الصحاب فيه كده جواها ايه بالوره حمراء سحريه كده. ما علينا، وبيكون الاب ابو الصحاب اللي اسمه بارنا ده يعني لسه قايل لك عليه يعني هيبط شخص بالغلط، ولكن بيقف في اخر ثانيه بس بيحصل جدال ما بين ابو فلاد والشخص ده، فبيتدخل ساعتها ضابط شرطه عشان يحل المشكله، ولكن في اللحظه دي بتنور البلوره اللي جوه السلسله، وفجاه الخوذه اللي ضابط الشرطه لابسها دي بتتحول لخوذه قديمه جدا، والعجله بتاعه الراجل بتتحول لعجله قديمه هي كمان، وعشان كده الضابط بيتعصب على فلاد قوي وبيفتكره بيعمل حاجه كده عن طريق تعويذه سحريه ولا حاجه، فبيقول الضابط ان هو ولد مشاغب وبيعمل بقى معاه مشكله حتى قبل ما ينضم الاكاديميه بتاعه السحر، فبيحل ساعتها ابو فلاد المشكله دي وبياخد ابنه وبيتكله على الله. المهم ابو الصحاب بعد كده بيوصلوا المكان اللي هيعيشوا فيه، وبيكون المكان قديم جدا وشكله وحش كده وبيبقى مش عاجب الواد فلاد خالص يعني. المهم بيقول لابوه ان هم هيعيشوا في البيت الخرده ده، ولكن ابوه بيهديه كده بيقول له ان هو متاكد ان المكان ده هيكون مناسب ليهم وان هم مش هتواجههم اي مشاكل يعني. ولما بيدخلوا البيت بيلاحظ بارنا ابو الصحاب ان ابنه قلقان ومتوتر كده، وبيعرف بارنا من ابنه ان هو خايف ان هو ما يقدرش يعمل صداقات في مدرسته الجديده ويكون منبوس فيها. بص يا فلاد يا ابني انا هقول لك كده ايه جملتين قبل ما تخش المدرسه دي. بص انت اكيد كده هتلاقي بنت هتحبها وهي هتكرفك في الاول، بعد كده هتحبك لما تبقى جامد فشخله، وكده كده هتلاقي شله متنمرين يعني هيتنمروا عليك، وده طبيعي جدا اي مدرسه في فيلم اجنبي لازم يطلع فيها شله متنمرين ان انا اتخنقت من امهم. المهم بالصحاب فيبدأ ابوه بعد كده برضه يواسيه زي ما انا لسه مواسيه كده، وبيقول له ان هو شاب مميز جدا واكيد هيقدر ان هو يكون صداقات بسهوله، وبيحضنه بالصحاب وبيشجعه. والليل بعد كده بيجي وبيفضل برنا بقى يوضب الشقه ويفضي الشنط بتاعتهم، وبيلاقي بالصحاب في الشنط صوره قديمه لام فلاد، فبيفضل برنا بقى يتكلم مع الصورة شوية وهو حزين كده اللي هو رحت وسبتيني يا غالية. المهم بيقول بعد كده ان هو بيتمنى لو انها كانت موجودة معاهم دلوقتي عشان تشوف ابنها وهو بينضم لاشهر مدرسة لتعليم السحر وتفتخر بقى بيه كده فاهم وتتفشخر قدام الناس. المهم بيطلع بعد كده بالصحاب برنا يحط الصورة في اوضة ابنه وبينزل وهو فرحان جدا، ولكن فرحته لم تكتمل لان هو اول لما بينزل من فوق بيتفاجئ بموظف البلدية مستنيه تحت، والموظف ده بالصحاب بيدي لبرنا ورق بكل الضرايب اللي لازم يدفعها، وبيكون فاهم انت عليه مستحقات نقله بقى للمدينة والحاجات دي كلها، ورغم ان المبلغ كبير جدا ولكن الموظف بيقول له ان هو قدامه اسبوع واحد بس، واخد بالك انت كل المبلغ ده تدفعه في اسبوع واحد بس عشان تسدده. المهم ان هم ابو الصحاب لو ما دفعش المبلغ ده هياخدوا البيت بتاعه وهيطردوه من المدينه خالص، وبالتالي ابنه مش هيقدر يكمل في الاكاديميه بتاعت السحر، وبيمشي ساعتها الموظف بعد لما فقع البومبه في وش الراجل وبيخلع. تاني يوم ابو الصحاب بيصحى فلاد وبيلاقي ابوه سهران طول الليل وهو بيحسب يعني احنا نجيب الفلوس دي كلها منين، اللي هو حرفيا اجيب فلوس منين. المهم ابو الصحاب برنا بعد كده بيقول لابنه ما تهتمش بحاجه وسيبك انت بس ركز في دراستك، وبياخده بعد كده يجهزه على اول يوم مدرسه ليه، وبيروح بعد كده برنا عشان يوصل ابنه المدرسه، وبيقول له ان هو لازم يروح يتكلم مع البلديه بخصوص الضرايب دي، شوف اعمل معاه اي حاجه، وان هو هيبقى يجي له وقت حفله الترحيب بالاولاد الجدد ولازم يكون كل اهلي موجودين فيها مع عيالهم عشان يدعموهم بقى وكده. المهم بيسيب بعد كده بالصحاب عمنا برنا ابنه وبيمشي. بيدخل بعد كده فلاد للمدرسه وهو قلقان ومتوتر، اول لما بيدخل بالصحاب بيلاقي في وشه ايه توقع كده يعني الكرياتيفيتي بتاعت الكتاب الاجانب هيكون ايه، طبعا هيلاقي في وشه مجموعه الطلاب المتنمرين. ده طبيعي يعني اول بسم الله الرحمن الرحيم كده هنخش من باب المدرسه هنلاقي مجموعه الطلاب المتنمرين واقفين على جنب هنا. المهم هو فعلا بيلاقيهم واقفين بالصحاب وبيكونوا بيتنمروا على مستذئب كده اسمه ولف، والله اسم كرييتيف جدا اسمه ولف. المهم بالصحاب طبعا بعد هو ما شافش دلة المتنمرين لازم هيشوف ايه؟ هيشوف البت الجميله اللي هيحبها وبعد كده هتطنشه، فاهم انت الكلام ده كله. المهم زي ما انا قلت لك بالصحاب بتدخل بنت جميله كده اسمها فاي من جنس الجنيات، وهي جنيات بقى فاهم انت فلازم تبقى حلوه. المهم بالصحاب البت دي بتبعد المتنمرين عن الواد ولف وبتدي له الحاجه اللي هم اخدوها منه، وهنا اول لما بيشوفها فلاد طبعا بيعجب بيها. المهم الصحاب بيتعرف بعد كده عمنا ولف على فلاد وبيفضل بقى يتكلم معاه
بيعرف على نفسه، وبيدخل بعد كده فلاد مع وولف للمدرسه، وبيقابل المستذئبين ان هم اهل وولف اساسا، واللي بيفضلوا ساعتها يشمشموا كده في الولد فلاد اول لما بيعرفوا ان هو صاحب ابنهم الجديد، فاهم، عشان يتاكدوا ان فلاد مش خطر على ابنهم، بتحسهم كلاب بلدي بيشمشموا في الولد. المهم بعد كده الصحاب بياخدوا ابنهم وبيدخلوا حفله الترحيب، وبيفضل بعد كده فلاد بره مستني باباه اللي هو يا مسهل الحال يا رب. في نفس الوقت ده الصحاب بيدخل بره مكتب البلديه وبيقابل مساعده العمده واللي بيكون اسمها فراو، وبيطلب ساعتها منها انها تقسط له الضرائب اللي عليه لان هو صعب يقدر يدفع المبلغ ده كله مره واحده، فبتقول له انها مش هتقدر تعمل كده، بس هو ممكن يسدد ضريبه بالكامل عن طريق السلسله السحريه اللي مع ابنه مثلا يعني. فبيستغرب كده برنا في الاول اللي هو مالك يا سم السلسله السحريه دي، بعد كده بيحاول يوضح ليها يعني ان السلسله دي غاليه جدا عند ابنه، مش ثمنيا ولكن يعني قيمه، يعني هي غاليه جدا عند ابنه عشان بتفكره بمامته وان هو ما يقدرش يديها ليهم، لحد لما فجاه بيدخل عمده المدينه عليه واللي بيكون اسمه الصحاب لويس، وبيرحب لويس ببرنا في المدينه الجديده وبينصحه ان هو يضحي بالسلسله دي يعني لو عاوز يعني ان هو يفضل في المدينه هنا وعاوز ابنه يفضل في المدرسه، وبيطردوش هما الاثنين من المدينه. وبيقول له ساعتها لويس ان هو يعني ممكن اشتري منك السلسله دي بسعر كبير جدا تقدر بيها بالصحاب انك تدفع الضرايب وكمان يبقى لك حبه فلوس حلوين. وبيطلب ساعتها منه لويس ان هو ما يردش عليه دلوقتي، بص بالصحاب خد وقتك في التفكير بتاع الموضوع واتكل على الله، او بالمناسبه انا بالصحاب ابقى تعالى الحفله اللي معموله في المدينه بمناسبه كسوف الشمس، بس بخبط وانت داخل عشان الشمس تتكسف. الواد بالصحاب بيكون فلاد مستنيه بره وتاخر جدا الولد على الحفله يعني، عشان كده بيجي له عامل نظافه المدرسه اسمه هانيبال وبينصحه ان هو يدخل الحفله ومستناش ابوه، وبيتفاجئ اكتر لما هانيبال بيناديله باسمه كانه يعرفه الواد اللي هو انت عرفت من اسمي منين يا ابو الصحاب. وفي ساعتها بيتعرف فلاد على هانيبال وبيعمل بنصيحته وبيدخل الحفله، ولكنه بيكون داخل بعد لما الوقت اتاخر جدا وكل الطلاب وحتى المديره بيفضلوا باصين ليه كده اللي هو انت جاي متاخر ليه يا له. ويدخل بعد كده فلاد يقعد جنب وولف اللي هو بيكون حاجز له مكان اساسا يعني، واد بقى خلاص صحاب بقى وكده. وهنا ابو الصحاب بتبدا المديره انها تنادي على اسامي الطلاب كلهم، وبتنادي ساعتها على فلاد عشان يطلع على المسرح، وبيطلع فلاد فعلا على المسرح مع باقي الاولاد، وبيكون زعلان لان كله واقفين على المسرح جنبه معاهم اهلهم الا الواد هو يعني الحزين الوحيد اللي معهوش حد، لحد ما بيدخل ابو الحفله متاخر وبيتسبب له في احراج قدام الطلاب كلهم يعني شكرا يا بابا. المهم ابو الصحاب بعد كده تبدا مديره المدرسه تقول للطلاب الجدد التعويذه اللي بتبرز قوتهم وتخليهم صحراء، وهنا بيظهر على وولف شعر كتير جدا وبيتحول لمستذئب زي ابوه. وفاي ساعتها بالصحاب بتبدا انها تتحكم في جناحاتها كويس وتطير زي باقي الجنيات، اما فلاد بالصحاب فانيابه ساعتها بتبرز لبره كده وبتكون قويه زي باقي مصين الدماء، ولكن وولف بيكون عنده حساسيه من الفرو بتاع المستذئبين اساسا. انت متخيل، انت متخيل يا مان، يعني انت حرفيا مستذئب وعندك حساسيه من الفرو اللي هو صباح الفل يعني. المهم بيفضل ساعتها يعتص، وفاي بقى المفروض اللي هي جنيه زي باقي الجنيات بتطير، ولكنها بيكون عندها فوبيا من المرتفعات. يا صباح الفل والضحك والضحكه وهي يعني عندنا كلب حرفيا عنده حساسيه من الشعر والتانيه جنيه بتخاف من المرتفعات، يا نهار اسود ونيل. المهم بالصحاب البت بتقع على جدور رقبتها او حرفيا على جدور رقبه الواد فلاد وبتعوره، واول لما فلاد بيشوف الدم بيرجع رغم ان هو المفروض مصاص دماء. يا نهار اسود ونيل، اعمل ايه انا في العيال الثلاثه الهبل دول؟ واحد مستذئب وشعره بيجيب له حساسيه، والتانيه جنيه بتطير وبتخاف من المرتفعات، والمصاص الدماء بيقرف من الدم، يا نهار اسود ونيل. انا خلاص انا اظن كفايه كده على الفيلم ده يا رجاله. ماشي. المهم طبعا هما بيكون منظرهم مسخره قدام المدرسه كلها وشكلهم غبي جدا وكل الطلاب بيتريقوا عليهم، ولما بيرجع فلاد للبيت بيفضل يلوم ابوه على اللي حصل له وهو زعلان جدا. انا مالي يا ابني، انت اللي عندك، انت بتعرف بالدم مصاص دماء اهبل وبتعرف بالدم، انا اجيب لك رز بلبن يعني ولا نعمل لك ايه؟ في نفس الوقت ده بالصحاب بيكون ابو الولف متعصب جدا عشان هو قائد القطيع، ما انت عارف انت المستذئبين ليهم قطيع وكده يعني، وطبعا الراجل سمعته باظت خالص بسبب ابنه. انت صباح الفل يعني، لو القطيع عرف ان ابنه ان المفروض هو هيقود القطيع من بعده عنده حساسيه من الفرو يعني باشا. وعشان كده بالصحاب بيكون وولف زعلان جدا من نفسه يعني، حاجه مش بايد الولد نعمل له ايه طيب. اما فايب بقى بالصحاب بتكون قاعده في زيتها حزينه جدا وبتشوف فيديوهات بقى التنمر بقى عليها، فاهم انت، اللي منتشر بين كل الطلاب. وهنا بالصحاب بنشوف فراو مساعده العمده وهي بتتسلل لبيت فلاد وهو نايم، وبتقدر فراو انها تسرق السلسله لكن ما حد يحس بيها، ولكن المفاجاه هي انها لما بترجع تدي السلسله العمده بتلاقي السلسله اختفت وظهرت عند فلاد من تاني. وهنا بيفهموا ان السلسله دي عليها تعويذه مرتبطه بفلاد ومش هينفع ان هم يسرقوها منه، وهو اللي لازم يسلمها ليهم بارادته، غير كده مهما حاولوا مش هيقدروا ان هم ياخدوها منه. تاني يوم الصحاب كل الطلاب بيفضلوا يتريقوا على البت فاي والواد وولف وبيتنمروا على فلاد يعني، اقعدوا بقى نتنمروا على الشله بتاعتنا، وبيمثلوا ساعتها ان هم بينزفوا عشان يخلوا الواد يرجع ويبقى مسخره المدرسه كلها. فبيجي ساعتها هانيبال وبيزعق العيال دي، وبعدها بيقرر فلاد ان هو ياخد شنطته ويهرب من المدينه عن طريق الغابه، ولكن وهو في الطريق بيقابل فاي بالصدفه اللي بتتظاهر ان هي تايهه منش اكتر، اللي هو انا بقى اللي جابني هنا يا ست يا رب. وكمان ساعتها بيقابل وولف اللي كان بيتظاهر ان هو في مغامره، يعني انا كنت بطلت وحش اسطوري
دول يا رجاله. ولكن في الحقيقه هم التلاته كانوا عايزين يهربوا اساسا يعني. ولما بيقال لهم فلاد بقى ان هو هيهرب بيعترفوا له ساعتها ان هم كمان عايزين يهربوا وبيقرروا ان هم يهربوا سوا هم التلاته. وساعتها بيمشوا كلهم يبقى في واحد كده مراقبهم من بعيد وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا الجسر وبيقابلوا ساعتها حارس الجسر ده واللي بيقول لهم ان هم التلاته ما ينفعش ان هم يمشوا من هنا لان هم ابطال خارقين وقدرهم ان هم هينقذوا هذه المدينه من الشر المتوقع القادم اليها. فهم التلاته ساعتها ما بيهتموش بكلام الراجل الاهبل ده ولا بيكونوا واثقين فيه اساسا لان هم عارفين ان هم مسخره المدرسه. ولكن فجاه الحارس ده بيتحول لشخص عملاق وبيكون شكله مرعب كده بالصحام وبيكون عايزهم يفضلوا في المدينه غصب عن ابوهم. هتفضلوا هنا لغايه انت غصب عن ميتين ابوه. وفي اللحظه دي بيتدخل الشخص اللي كان بيراقبهم واللي بيطلع هانيبال وبينقذهم ساعتها هانيبال من حارس الجسر بعد لما بيرمي عليه تعويذه وبياخدهم وبيهربوا. ويفضل ساعتها ينصحهم ان هم يفضلوا هنا لان الهروب مش حل يا عيال، يعني انتوا هتهربوا تروحوا فين؟ والافضل ان انتوا تواجهوا مشاكلكم وما تهربوش منها. بيقولوا ساعتها ان مفيش طريقه للخروج من المدينه غير الجسر ده وكده كده الحارس مش هيخرجكم من هنا. وبيقول لهم كمان ان هو عنده كتاب فيه كل قوانين وعادات المدينه وان هو هيدور فيه عشان يعرف سبب منع الحارس لخروجهم. واول ابو الصحاب لما بيشوف الكتاب بيرفض ان هو يقول لهم وبيتظاهر يعني مفيش حاجه مكتوبه مهمه ولا ما تاخدوش في بالكم عادي مفيش حاجه مكتوبه اساسا. انا مش فاهم صراحه الراجل ابن هبل ده بيعمل كده ليه اساسا؟ لا هو يعني بيقول لهم كده مش انا اللي بقول يعني. المهم ابو الصحاب بعد كده بيطلبوا من الراجل ان هو يعمل لهم اكل عشان ينشغل وبيبداوا هم الثلاثه يقروا في الكتاب وبيعرفوا ان فعلا موضوع النبوءه دي حقيقي وان في كتاب فيه كل حاجه بالتفصيل عن النبوءه دي والكتاب ده موجود في المكتبه المحظوره واللي واضح من اسمها انها محظوره يعني صباح الفل يعني. المهم هم بيقرروا بعد كده ان هم يروحوا يجيبوا الكتاب ده عشان يبقوا ابطال خارقين ويخلوا اهلهم بقى ايه فخورين بهم والكلام ده كله. وبالفعل ابو الصحاب بيمشوا من بيت هانيبال عشان يروحوا المكتبه واللي بتطلع في مدرستهم وهم في الطريق بيشوفوا ورده كده دبلانه فساعتها بتستخدم فاي قوتها وبتخلي ورده دي ترجع احسن من الاول. ولما بيسالها فلاد عن العميز ده بتقوله ان هو من ضمن القوه بتاعتها انها تقدر تشفي اي حاجه. فبيحكي لها فلاد عنه ان هو مولود بين البشر وما كانش يعرف ان هو مصاص دماء حتى. وبرضه بيحكي لها عن مامته اللي اتوفت وهو صغير وان هو ما عندوش اي حاجه يفتكرها بيها غير السلسله دي. واول لما بتشوف فاي السلسله بتعرف ان دي سلسله سحريه فبتقوله ان هي عندها شويه معلومات عن السلسله السحريه كده يعني شويه كده بسيطين. بعد كده بالصحاب بيوصلوا كلهم للمكتبه وبيتسللوا هناك من غير ما حد يشوفهم ويدخلوا من نفق سري كده بالصحاب بيطلعهم عند المكان اللي فيه الكتاب وهناك بيتفاجئوا بوجود ذئب شرس بيحرس المكان. ولكن غرفة بالصحاب بيهدي الذئب ده ويفضل يشغله كده اللي هو استهدى بالله ده احنا حتى قرايب لحد لما هم بقى يروحوا يجيبوا الكتاب. في الوقت ده بالصحاب بتروح فراول لبيت برنو بتفضل بقى تغريه عشان يقنع ابنه ان هو يديهم السلسله وهو فعلا بيتسحر بيها وبيقول ساعتها ليه ان هو هيقنعه بس لما يقدر بقى ان هو يلهيه الاول وان هو لسه جاي له تليفون اساسا ان ابنه هرب وهو ما يعرفش مكانه. فساعتها بتضايق بنت فراو جدا وبتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بيوصل فلاد وفاي للكتاب بس بيلاقوا ان هو موجود في اعلى رف في المكان كله. مبقاش في حل غير مين ان بنت فاي دي تطير تطلع تجيب لهم الكتاب اصلا. ما انت يا بنتي جنيه بتطير يعني تطلع هات لنا كتاب ونزل تاني. ولكن هي بتكون خايفه من المرتفعات واجي بيقول لها فلاد انها تغمض عينيها وتخصب على نفسها وتطير وتجيب لهم بقى الكتاب. واثناء ما هي مغمضه عينيها وهو بيقول لها على الاتجاهات وكده بيطلب منها انها تركز عشان كلهم معتمدين عليها دلوقتي. فبتغمض ساعتها عينيها وبتطير وبيفضل فلاد يقول لها تروح فين بقى فاهم انت يمين شمال كده لحد لما تهدف له الكتاب من فوق. وفي الاثناء دي بيكون وولف مش قادر ان هو يشغل الذئب اكتر من كده ويبدا ساعتها الذئب ان هو يتحول عشان يهجم عليهم بس هم الثلاثه بيهربوا من المكتبه بسرعه قبل ما يمسكهم منه وبيكون ساعتها بقى معاهم الكتاب والحمد لله. وفي نفس الوقت ده بالصحاب بتروح فراول لويس وبتفضل بقى تقول انها مش عارفه مكان الواد فلاد راح فين اساسا. طبعا لويس بيتعصب جدا عليها وبيقول لها انها غصب عنها لازم تلاقيه. فساعتها بتستخدم تعويذه سحريه وبالفعل بتعرف مكانه. بتشوف بعد كده الاثنين اللي معاه والكتاب اللي معاهم. واول لما لويس بيشوف معاهم الكتاب ده بيتعصب جدا وبيقول ان هو بقاله سنين بيبعد الكتاب ده عن الناس اللي جابه مع اولاد دول. في نفس الوقت ده بيبدا فلاد واصحابه يقروا في الكتاب ده وبيعرفوا ان في شخص شرير اسمه لوسيفر او الشيطان يعني وان هو عايز ينفذ خطه شريره والخطه دي عباره عن ان هو هيرجع بالزمن للوقت اللي كان فيه مصاصين الدماء والمستذئبين وكل الكائنات دول اشرار ولما يرجع بالزمن هيستعبدهم عنده ويخليهم الجيش بتاعه ويدمر بقى العالم كله. بيلاقوا بعد كده الصفحه الاخيره مقطوعه فما بيفهموش يعني ايه المفروض نعمل ايه يا ابو الصحاب. وبيقرروا بعد كده يروحوا لاهلهم ويقولوا لهم على اللي هم عرفوه. واول لما لويس بيعرف ان الولاد دول هيقولوا لاهلهم بيامر ساعتها فراو انها تتصرف بقى وعشان كده ابو الصحاب بتطلق فراو تعويذه سحريه تعكس كل الكلام اللي العيال دي بيقولوه لاهلهم. وبالفعل لما بيرجع فلاد لباباه وبيفضل يقول له ان كل حاجه تمام التمام ابو الصحاب وبيقول له كمان ان هو موافق ان هو يدي السلسله للعمده عادي جدا عشان يخلص بقى فلاد من اللي بيحصل فيه ده. يعني هو اصلا الواد قال كل عكس الكلام ده اساسا ولكن غصب عنه بيطلع كده. بيطلع بعد كده ابو الصحاب الواد قطه بيرفع نفسه قبل ما ابوه ياخد منه السلسله ولما بيطلع بيتصل باصحابه وبيعرف ان كلهم ما عرفوش يقولوا لاهلهم اي حاجه. انت فاهم اللي حصل بالصحاب؟ يعني هو حرفيا راح لابوه قال له الدنيا مش تمام والدنيا بايظه وفي لوسيفر ولا السودا مش عارف ايه ولكن عشان الكلام اتعكس معناه يعني مش حرفيا اتشقلب كان اتعكس معناه قال له بص يا بالصحاب الدنيا زي الفل وسنجة 10 السلسله لا انا ما ينفعش اديك السلسله ده المفروض ان ولا هو اللي قاله ولكن بقى ايه اللي طلع بالصحاب ان السلسله لا خدها مش عايز اخدها معلم خدها عايز اخدها. المهم كلهم طبعا حصل معاهم نفس الكلام ده بس بعيدا عن حوار السلسله كلهم كلامهم اتعكس. المهم الصحاب بعد كده كلهم بيقرروا ان هم ما يعتمدوش على اهلهم بيحاولوا بقى ان هم ينقذوا الوضع بنفسهم فبيقول
لهم ساعتها فلاد ان هو هيقرا في الكتاب اكتر ويحاول يعرف منه اي معلومه، وكل واحد فيهم بياخد مهمه عشان يعملها، وبيتفقوا ان هم هيتقابلوا بكره الصبح ويشوفوا بقى هم وصلوا ايه. تاني يوم الصحاب بيجتمعوا هم الثلاثه ويربطوا كل احداث ببعض، وبيقدروا ساعتها يعرفوا ان لوسيفر هيرجع بالزمن وهيستخدم البلوره الموجوده في السلسله بتاعت فلاد عشان ينفذ بيها قطته. وده لان زي ما احنا قلنا قبل كده البلوره اللي جوه السلسله دي بلوره سحريه وفيها قوه كبيره فشخله. وده ابو الصحاب يفصل لنا ليه لما فلاد دخل المدينه اول مره قضت البلوره اللي جوه السلسله بتاعته انها تحول خصوصه الضابط والعجله بتاعته لحاجات قديمه يعني. وبنفهم القوه السحريه اللي جوه البلوره دي ابو الصحاب انها بترجع حاجات بالزمن، وعشان كده لوسيفر عايز ان هو يستخدمها. ولكن ابو الصحاب بيقول لهم فلاد ان السلسله بتاعته نورت باللون الاحمر وعملت كده لما قرب من برج البلديه، وعشان كده ابو الصحاب بيحس ان البرج ده فيه حاجه مش تمام. وبيقرروا بعد كده ان هم يروحوا بالسلسله هناك ابو الصحاب، ولما بيقربوا من البرج بيلاحظوا مجموعه بنات ماشيين جنبهم ومعاهم تليفونات حديثه، وفجاه التليفونات بتاعتهم بتتحول لالات قديمه جدا، وبيتاكدوا ساعتها شكوكهم ناحيه البرج ده، وبيعرفوا ان هناك رابط عجيب ما بين السلسله وبين البرج ده. وبيقرروا ساعتها يدخلوا البرج، وبيروح الوعمنه ولف والبت فايت دي والصحاب عشان يشغلوا حارس الامن قبل ما فلاد يستخدم قوته كمصاص دماء، وبيختفي وبيعدي ابو الصحاب بقى من غير ما الكاميرات تسجل له. المهم بمجرد ابو الصحاب ما بيدخل فلاد للبرج بيلاقي ساعتها السلسله بتاعته بتنجذب لناحيه معينه كده، مكان معين يعني. بيفضل ابو الصحاب بعد كده فلاد يروح للمكان السلسله بتنجذب ليه، وبيطلع على سطح البرج، ولما بيطلع بيتفاجئ ببلوره كبيره كده لونها احمر، وبتكون نفس البلوره اللي في السلسله بتاعته. فبيفهم ان البلوره اللي في السلسله بتاعته دي هي جزء صغير من البلوره الكبيره دي. ولما بيقرب فلاد للبلوره دي ابو الصحاب بالسلسله بتاعته شنطته بتتحول لشنطه قديمه، وفي نفس الوقت ابو الصحاب بتكون فلو قاعد على الكمبيوتر، ولكن بتتفاجئ ان هو بيتحول لاله كاتبه، فبتفهم ساعتها ابو الصحاب ايه اللي بيحصل. وبتروح ساعتها ابو الصحاب عشان تدعي على لويس وهي متحمسه جدا، وفي نفس اللحظه دي بيفهم فلاد اللعبه كلها، وبيفهم ان البلوره الكبيره دي ناقصها جزء صغنون قوي بس عشان تكتمل، وطبعا الجزء ده مين؟ هو اللي في السلسله بتاعت فلاد، ولو اكتملت هيرجعوا بالزمن ومخطط لوسيفر هينجح والحاجات دي كلها. وعشان كده بيهرب فلاد من المبنى بسرعه، وفي نفس اللحظه دي بتطلع فراو ولويس فوق السطح، بس بيكون فلاد هرب اساسا، فبيتعصب جدا لويس على فراو وبيقول لها ان هو اللي هيشيل الموضوع ده لوحده اتكل على انتي. في نفس الوقت ده بيروح فلاد لاصحابه وبيحكي لهم على اللي حصل، وبيشوف ساعتها شنطه فلاد اللي رجعت بالزمن، ولما بيفتحوا الشنطه بيلاقوا الكتاب اللي كان فيها رجع بالزمن هو كمان، والورقه اللي اتقطعت بتكون موجوده تاني، وبيكون مكتوب فيها ان اليوم اللي الجرس الساعه 12 الكبيره ده هيدق الساعه 12 هو يوم كسوف الشمس، وده المفروض ان هو هيحصل في نهايه العالم بقى وكده. اللي هو بالصحاب المفروض ده انهي يوم؟ ان هو النهارده، اليوم اللي هم فيه دلوقتي. وبيكون لويس بالصحاب عامل حفله بمناسبه كسوف الشمس، وعشان كده بيشك الولد في العمده لويس ان هو ايه فاهم، هو الواد لوسيفر ده، وبيقارن ساعتها صورته بصوره لوسيفر، وبيتاكدوا ان هو الشيطان اللي ناوي يعمل كل ده. في اللحظه دي بيقرر فلاد ان هو يمشي من المدينه عشان ما يقدرش لويس ان هو ياخد منه البلوره، وبالتالي مش هيقدر لويس ان هو ينفذ خطته، وبعد تفكير كتير بيكون ده الحل الوحيد فعلا ان هم يعملوه. فساعتها بيودعهم فلاد وبيمشي من المدينه، لكن بيلاقي الحارس واقف في وشه مش عايز ان هو يخرجه، لكن لما بص الحارس للوثائق اللي في ايده بيعرف ان هو لازم فلاد يخرج من المدينه فعلا، فساعتها بيوافق الحارس ان هو يخرجه، ولكن بيحذره ان هو لو خرج من المدينه مش هيرجع للمدينه دي تاني ابدا. فساعتها بيضطر فلاد ان هو يوافق، لكن قبل ما بيخرج بيتفاجئ ان لويس ظهر بشكله الحقيقي الشيطاني، وبيخطف فاي وبيقول لفلاد ان هو قدامه ساعه واحده بس، ساعه واحده جيب لي فيها البلوره اللي معاك في السلسله دي والا هخلص عليها. بالفعل الولد بيرجع تاني للبرج بتاع البلديه في نفس الوقت اللي بتكون الناس كلها متجمعه عند البرج عشان الحفله، وبيطلع فلاد فوق السطح وبيشوف لويس وهو بيعذب فاي، فساعتها بيديله البلوره وبيخليه يسيب فاي في اخر لحظه. في نفس الوقت بتكون فلاو عم الصحاب عند بارنا، وبتحاول انها تغريه وتفهمه انها بتحبه عشان يساعدها في المخاطب بتاعهم، ولكنه بيفوق بقى ابو الصحاب للحظه كده وبيحس ان في حاجه غلط في برج البلديه، ولما يبص بالتلسكوب بيشوف ساعتها ابنه فوق، فبيفهم كل حاجه وبيهكم على فلاو وبيخلص عليها جدع على مصاص دماء يعني. المهم في نفس الوقت ده بيتجمع كل اهل البلده عشان بقى يتفرجوا على الكسوف، وبيكون لوبس خلاص كمل البلوره الكبيره وجرس الساعه 12 خلاص هيدق، ولكن في اخر ثانيه بلوره فلاد بتختفي من البلوره الكبيره، وبتظهر فينا بالصحاب بتظهر عند هانيبال، لان فلاد قبل ما يجي هنا راح سلم لهانيبال البلوره برضاه، وعشان كده التعويذه اشتغلت عند هانيبال واتنقلت البلوره لهانيبال هناك. فساعتها بالصحاب بيتعصب لويس جدا وبيقول لهم ان الخطه اللي بيجهز ليها بقاله 1000 سنه يا اولاد بص على قدين ثلاث مراهقين اغبياء يا اولاد هم كمان، وبيبدا بقى ساعتها ان هو يهاجمهم، وفلاد بيغمن عليه وسط الضرب، ولكن فجاه بيتحول ولف المستذئب ضخم كده وقوي، وبيسبك ساعتها بالصحاب مع لويس وبيضربه، ولكن في الاخر الحساسيه بتاعت ولف بتتغلب عليه اساسا، وبيرجع تاني ضعيف وكحيان وغلبان، وبيقوم ساعتها لويس عشان يخلص عليه، ولكن في اللحظه دي بتطير فايا بالصحاب وبتروح عند فلاد وبتعالجه بقوه الشفاء وبترجعه اقوى من الاول. فساعتها بيتحرك فلاد بسرعه جدا وبينقذ ولف من الموت، وبيقدر ان هو يقضي على لويس اخيرا، وبيحتفل بقى فلاد مع اصحابه بعد لما بينقذ العالم، وبينضم ليهم عمنا برنا متاخر كالعاده يعني، عيل اهبل دايما بيجي متاخر. المهم بالصحاب بعد كده بيرجع هانيبال السلسله لفلاد من تاني، وبكده يبقى الثلاث اصحاب دول قدروا ان هم ينقذوا العالم فعلا وحققوا النبوءه بتاعت المدينه، والثلاثه دول بقوا ابطال خارقين وبقوا هم اللي بيحموا المدينه ويتصدوا لاي شر قوي قدامها. وفي النهايه
بتشوف ولاده وهو قاعد في اوضته بالليل وبتظهر له ساعتها روح امه اللي هي روح امه روح امه حرفيا يا عم والله مش عارف روح مامته روح امه ما هي روح امه. المهم يعني لما بتظهر له عن طريق بلوره فبيفرح الولد جدا يعني, ولكن المفاجاه ان روح امه جايه تحذره من رجوع الشيطان من تاني. وكده بنفهم ان فلاد وفريقه لسه ليهم مواجهه تانية مع الشيطان, وممكن نشوف ده في جزء تاني والله اعلم. وطالما وصلت صديقي الى هذه النقطه فاحب اقول لك ان توتا توتا خص الحدوته, وما تنساش بس سبسكرايب لايك كومنت شير وتعمل فولو على انستغرام وتعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده, وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو كتب السكريبت ده, وتخش على جميل ميمز ميم امي على الفيسبوك, وتعمل ابو الصحاب سبسكرايب لبقيه القنوات بتاعتنا الجامده فشخله. عندك حدوته مصريه, حدوته انمي, عندك حدوته جامده, عندك حدوته جيمنج, عندك قناه كمان حسن فهد اللي هي القناه الخاصه بيا. وبس كده يا عم الحاج, اشوفك ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.